السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبنا الكرام، جئناكم فيديو جديد. هذا فيديو شامل الجميع على ديال راس واحد، اللي كيسوع على راس واحد غادي نبينوا العبارات كاملين وكل واحدة اش كتصلاح بعجالة وباختصار شديد. إذا هذه هي الأرقام الكبيرة ديال راس واحد فورتيفر. غنبداو الماكينة الأولى هي 1.70 متر، المرمى ديالها كبيرة فيها 1.70 متر على 70. الناس ديال القفاطان وجلالب ولا مكيبغوش يديروا التلاقية، باغيين يخدموا بكل أريحية، كتصلح لهم هذه الماكينة هذه 1.70 متر على 70. هذه اللي حداها مباشرة يعني اللي تبعها 1.20 متر على 50، وكاين حتى 1.20 متر على 60 تقريبا، بيناتهم 11 سنتيم. حتى هي المرمى ديالها كبيرة والخدمة بكل أريحية، يعني طرز طويل بدون سلاقها. تتبعها هنا 80، ثلاثة الماكن ديال 8 على 50، الأولى 8 على 50 عادية، حتى هي المرمى ديالها موين 8 على 50، تقريبا كطرز بأريحية وما فيهاش تلاقيات بزاف، يعني كيكونوا فيها حتى زوج تلاقيات كاع. اللي غتبعها 8 على 50 بالسيستم ديال اللازر اللي كيصلح للتخراج والمسوس، وعنده مزايا أخرين اللي غنبينهم إن شاء الله في فيديو آخر خاص باللازر. كتبعها 8 على 50 بديال العقيق، زيد فيها العقيق، تنبد العقيق، العقيق رومي تقريبا. إذا كلهم 80 على 50، كل وحدة وشنو زيد فيها. اللي تبعها عاوتاني 50 على 30، وكان حتى 60 على 40، ما كانش دابا في ستوك. 50 على 30 بالكاميرا، زيد فيها الكاميرا، هاد لوبسيون ديال الكاميرا اول مره تدخل المغرب. غنديروا فيديو خاص بالنسبه للكاميرا والمميزات ديالها ولاش كتصلح. كتبعها ماكينه هالو، ماكينه صغيره، لوسون ديالها صغير، ماكينه محبوبه، كيشريوها الناس بزاف، لي كاسكيت، لي تيشيرت، جلابه، القفطان، المونطي، اللي ما مونطيش، السمطات تبدل الى اخره. كتبعها 50 على 30 بالسيستم ديال الكاسكيطة. اذا هاد السيستم كاسكيطة غير فقط اوبسيون بغينا نبينوه، كيدار مع الماكن كاملين اللي بغاه، فهمتي؟ اللي بغاه كيدار مع الماكن تقريبا من 1.20 متر لتحت، ممكن تزيد هاد السيستم كاسكيطة ولا تخدم المونطي. اذا هادو هما لاكام ديال الماكينة راس واحد فورتيفر. انتظرونا فيديوهات اخرى ان شاء الله توضيحية على لكل ماكينة على حدة. نحن نرحب بتساؤلاتكم على اي حاجة في هاد الماكن هادو. احلى التحية من شركة اس اس وين بيزنس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.